السلام عليكم. ولد خالي بنت خالي عبد المجيد تبون يصدروا قرارا جديدا، قرارا مرسوما رئاسيا ضد فرنسا. فرنسا الخوت مشات فيها، زادت في الجزائر. عبد المجيد تبون خدا الامور على جد، من بعد ما بغاش يستقبلوا ماكرون في فرنسا وتقلب على فرنسا. الجزائر تقلبت على فرنسا وفرنسا تقلبت على الجزائر، وهما تقلبوا بعضياتهم. المرسوم اللي صدر الرئاسه الجزائريه حول ماذا؟ ضد فرنسا وهاد الوقيته اللي تصدر فيها. هذه مجموعه ديال الامور اللي غادي نناقشوا في هذا الفيديو اللي بقيتوا معنا حتى الاخر. لا تحرمنا من الاعجاب ومتابعه الحساب هشام خضري، هذا قناتي، هذا المغرب اولا ولا غالب الى الله، وعاش المغرب ولا عاش من خانه. فرنسا والجزائر تجمعوا في خانه واحده، الجزائر تقلبت على فرنسا ولا فرنسا تقلبت على الجزائر؟ يعلم الله كم احبك يا وطني، ويعلم الله كم ندافع عنك يا هذا الوطن. يلا نكملوا الفيديو. فرنسا والجزائر، عبد المجيد تبون وماكرون تصدر قرار رئاسي من الرئاسه ديال الجزائر، صدروا عبد المجيد تبون على واحد المقطع كان تحيد من النشيد الوطني الجزائري، قالوا لك سيدي بانه يحرج فرنسا. عبد المجيد تبون رد هذا النشيد الوطني بمرسوم يحرج فرنسا. دابا السؤال المطروح ليكم نتوما الجزائريين اللي غتشوفوا هذا الفيديو، هذا كنتم كراغله او كنتم من الشعبي الجزائري الحر، كنتم كرغوليين وتبونيين وشنقريحيين، او كنتم جزائريين الاحرار والقبائليه والطوارق، يعني الجزائريين الاحرار؟ شحال من مره عبد المجيد تبون خرج لشي مدينه او لا مشى لشي قريه او لا طلع شي جبل او لا زار شي مستشفى او زار شي حاجه بينهم؟ شحال من مره عبد المجيد تبون جا للمدن ديال وهران وتلمسان؟ شحال من مره؟ قولوا لي. داكشي اللي مشى عبد المجيد تبون للخارج اكثر من داكشي اللي تساراه داخل الجزائر، عرفتوا علاش؟ لانه فاقد للشرعيه كما قال سبس ديرا، وسمعوا في هذا الفيديو اش قال. بون هو فاقد للشرعيه وفاقد للعذريه. وفاقد للشرعيه كما يقولون له الجزائريين الاحرار، كمن كيقولوا ليه عبد المجيد المزور، تبون المزور جابوا العسكر، بغيناها دوله مدنيه ماشي عسكريه. هذا المرسوم تيقول فيه بالضبط في الحروف ديالو، كيقول ليه وقت العتاب، جاء وقت العتاب. هذا المرسوم اللي كتشوفوا فيه ديال، والمقطع اللي غيتضاف في النشيد الوطني الجزائري ها هو، غنخليه لكم هنا، قراوه على خاطركم حتى تكملوا. اذا هذا الشيء اللي دار عبد المجيد تبون، ما قدر ما يدير حتى حاجه، انه صدر مرسوم. علاش؟ لان ماكرون ما بغاش يستقبل عبد المجيد تبون في فرنسا. لحد الان لا زال ينتظر عبد المجيد تبون ان فرنسا تستقبله. في الوقت اللي استقبلات فرنسا شنقريحه، وفي الوقت اللي استقبل ماكرون شخنز الريحه شنق الريحه، وما استقبلش عبد المجيد تبون. يعني عبد المجيد تبون مازال كيقلب مسكين غير استقبلوا فرنسا، لان السيد مشى للسعوديه، مشى للبرتغال، مشى ما عارف فين، مشى لمصر، مشى، المهم داك كيدور، وما مشاش لوهران، ما مشاش لتلمسان. هذه فضيحه من الفضائح ديال الجزائر. هذا هو واحد الرئيس اللي ما عندوش الوزن وما عندوش الشرعيه داخل الجزائر. اربع سنوات او خمس سنوات منذ تولي هذه الانتخابات الرئاسيه جايه، وعبد المجيد تبون ما قدرش يزور ولو مدينه وحده جزائريه، ما قدرش يهبط للشارع ويتسارى ويتلاقى مع الشعب الجزائري مباشره. يعني الا كانوا الناس انتخبوا عبد المجيد تبون وكانوا التبونيين كثار وكانوا الشنقريحين كثار وكان العصابيين كثار في الجزائر، فعبد المجيد تبون غادي يهبط بكل اريحيه وغادي يتسالى وسط الجزائر. اذا نخليكم مع المرسوم الرئاسي اللي صدروا عبد المجيد تبون، وانه جاء وقت العتاب لتحيا الجزائر. هذا بعد الكلمات، مع لانه لا يهمنا ذاك النشيد ان نقوله لكم، نترككم قراوا النشيد، خليتكم على خير. وصلتوا حتى لهنا عرفوا بين المغاربه مغربيتي، وصلتوا حتى لهنا عرفوا بين الفيديو انتهى. الى اللقاء، خليتكم على خير.